بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مرحبا بكم مجددا أبنائي طلاب الصف الأول المتوسط في شرح الدرس الرابع من سلسلة دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول المتوسط. أسعد الله أوقاتكم أبنائي الطلاب بكل خير. درسنا اليوم الدرس الرابع بعنوان العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية. درسنا في الدرس الماضي العلوم والمعارف في الحضارة الإسلامية، اليوم بإذن الله ندرس درس العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية. أبنائي الطلاب، هناك عدد من عناصر الدرس الرئيسية اللي نتناولها بإذن الله، واللي تكون هذه العناصر سبب في تحقيق أهداف الدرس بإذن الله. العنصر الأول الوحدة، ما زلنا في الوحدة الأولى الدرس الرابع، العمارة والفنون في الحضارة الإسلامية. أولا هندرس الفنون الإسلامية وما تميزت به الفنون الإسلامية. هندرس العمارة الإسلامية اللي هنقسمها إلى المدن، نقسمها إلى المساجد، هنقسمها إلى القصور. إذن العمارة الإسلامية تشمل ثلاث أجزاء: المساجد، القصور، المدن. يبقى عناصر الدرس الرئيسة اللي نتحدث عنها، نتكلم عن الفنون الإسلامية وما تميزت به الفنون الإسلامية، هنتكلم عن العمارة الإسلامية في المساجد والقصور والمدن والحصون والقلاع كمان، الحصون والقلاع. إذن العمارة الإسلامية تنقسم إلى أربع أقسام. نتكلم عن المساجد وأشهر المساجد والنقوش داخل المساجد، هنتكلم عن القصور ومتى ظهرت القصور، هنتكلم عن المدن اللي بناها المسلمون وأهدافهم إيه من بنيتها، هنتكلم عن الحصون والقلاع وما هي الحصون والقلاع وما هي أهداف بنائها. أبنائي الطلاب، الدرس الأول، السؤال الأول: بما تميزت العمارة الإسلامية؟ احنا قلنا العمارة الإسلامية قسمين، الفنون الإسلامية والعمارة الإسلامية. أولا الفنون الإسلامية، ارتبط الفن الإسلامي بالدين ارتباطا وثيقا. يبقى إذن الفن الإسلامي أول ميزة من مميزاته أنه ارتبط بالدين ارتباط وثيق. اثنين، حيث نقشت الآيات القرآنية الكريمة على الأواني، بعض الآيات القرآنية نقشت على الأواني والأسوار بخطوط مختلفة، إضافة إلى زخرفة القصور والمساجد بأشكال هندسية ونباتية وحيوانية جميلة. إذن أول ما يميز الفنون الإسلامية ارتباطها بالدين ارتباطا وثيقا، نقشت الآيات القرآنية الكريمة على الأواني والأسوار بخطوط مختلفة، إضافة إلى زخرفة القصور والمساجد بأشكال هندسية ونباتية وحيوانية جميلة. أما العمارة الإسلامية، رقم واحد المساجد. أولا تميزت عمارة المساجد في أول أمرها ببساطة البناء، يعني المساجد في بداية الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين كانت مساجد بسيطة، السقف الجدران من الطوب اللبن، سقفها من النخيل وغير ذلك. ثم تطورت فأصبحت عمارة المساجد مثلا رائعا في فن العمارة والزخرفة الإسلامية. كما تلاحظون أبنائي، تطور، شايفين الزخرفة الإسلامية والنقوش القرآنية والأقواس والأعمدة. فأبدع المسلمون في إقامة المآذن والأعمدة والأقواس. ومن أشهر المساجد اللي بناها المسلمون الجامع الأموي في دمشق، مسجد قبة الصخرة في فلسطين، ومسجد قرطبة في الأندلس. أبنائي ده زخرفة على أعمدة قصر الحمراء بالأندلس، أدي الزخرفة اللي برح فيها المسلمون، وده مسجد قرطبة. دي كلها نتاج الحضارة الإسلامية. إذن المساجد تميزت عمارة المساجد في أول أمرها ببساطة البناء، ثم تطورت فأصبحت عمارة المساجد مثلا رائعا في فن العمارة والزخرفة الإسلامية. وأبدع المسلمون في إقامة المآذن والأعمدة والأقواس. أشهر المساجد اللي بناها المسلمون الجامع الأموي في دمشق في سوريا، مسجد قبة الصخرة في فلسطين، ومسجد قرطبة بالأندلس. أين تقع هذه المساجد؟ مسجد القبلتين
أحسنتم أبناء الطلاب في المدينة المنورة، مسجد عقبة بن نافع في تونس، المسجد الأقصى في فلسطين، المسجد الأموي في سوريا. القصور. تميز عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين بالبساطة والزهد، يعني القصور لم تظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدين، لأن عهدهم تميز بالبساطة والزهد، فلم تظهر العناية ببناء القصور إلا في عصر الدولة الأموية العباسية. يبقى إذن ظهرت القصور في عصر الدولة الأموية والعباسية، حيث بدأوا يعتنوا بإنشاء القصور وبزخرفتها ونقوشها بألوان متناقضة، ونقشوها بألوان متناسقة. من أمثلة القصور قصر عمرة وقصر الحمراء كما يظهر في الصورة، قصر عمرة في الأردن ده بقايا قصر عمرة. إذن القصور لم تظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين، لأن عهدهم تميز بالبساطة والزهد، وظهرت القصور في عصر الدولة الأموية والعباسية، واعتنوا بإنشاء القصور وزخرفتها ونقشوها بألوان متناسقة. من أمثلة هذه القصور قصر عمرة وقصر الحمراء. رقم 3، المدن. اعتنى المسلمون ببناء المدن في الأماكن التي فتحوها، كل البلدان التي فتحوها العراق ومصر وبلاد الشام، قام المسلمون ببناء مدن جديدة لأغراض متعددة. هذه المدن التي بنيت إما لتكون عواصم للدول الإسلامية، زي مثلا المدن اللي بناها العرب، البصرة، الكوفة، الفسطاط في مصر، يا إما تكون عاصمة للدولة الإسلامية، أو لأغراض عسكرية، يعني لها غرض عسكري للحماية أو تكون قاعدة لانطلاق الجيوش، أو أغراض عسكرية أو أغراض اقتصادية أو دينية. ومن أهم المدن الإسلامية البصرة والكوفة وبغداد، البصرة والكوفة في العراق، بغداد أيضا في العراق، القيروان في تونس، القاهرة وغيرها. إذن ما هي الأغراض التي بنى المسلمون لها المدن؟ أولا إما تكون عواصم، أو تكون لأغراض عسكرية أو اقتصادية أو دينية. يذكر الطلبة 3 مدن أنشئت في عصر الدولة العباسية، هي بغداد في العراق، سامراء في العراق، والقطائع في مصر. ترى أبنائي الطلاب أيضا نكمل الجزء الرابع، الحصون والقلاع. ما هي الحصون والقلاع؟ اعتنى المسلمون ببناء القلاع والحصون لماذا؟ لها إيه؟ هذه الحصون والقلاع لحماية حدود الدولة، إذن لها هدف. هذه القلعة، قلعة الحصن، هدفها حماية حدود الدولة، وهي مدن صغيرة. ما هو الحصن؟ أول هي عبارة عن مدن صغيرة محصنة تحتوي على أماكن للإقامة، يعني أماكن الناس تعيش فيها، والمرافق العامة، أسواق ومياه وشرب. من أشهرها قلعة حلب بسوريا، يبقى أين تقع قلعة حلب؟ في سوريا. قلعة صلاح الدين أين تقع؟ في القاهرة. قلعة الحصن أين تقع؟ في حمص بسوريا، وقلعة عكا في فلسطين، وقلعة الربض في الأردن. كل قلعة من هذه القلاع من الممكن أن تأتي في سؤال، أين تقع قلعة الربض؟ في الأردن، قلعة عكا في فلسطين، قلعة الحصن في حمص بسوريا، قلعة صلاح الدين في القاهرة. يبقى إذن تعريف قلعة القلاع هي عبارة عن مدن صغيرة محصنة تحتوي على أماكن للإقامة والمرافق العامة والمياه والأسواق. على ماذا تحتوي القلاع في رأيك؟ تحتوي على أماكن المرافق العامة والمياه والأسواق. أبنائي الطلاب، وصلنا إلى تقويم الدرس الرابع. أولا، ما مميزات الفنون الإسلامية؟ تكلمنا أبناء الطلاب وذكرنا أن الفنون الإسلامية تميزت بنقش آيات القرآن الكريم على الأواني وزخرفة القصور والمساجد بأشكال هندسية ونباتية حيوانية مختلفة. يعطي الطلبة شواهد على اهتمام المملكة العربية السعودية بعمارة الحرمين الشريفين. نعم أبناء الطلاب، اهتمام المملكة بتطوير وتوسعة الحرمين الشريفين لتقديم أفضل خدمة للحجاج والمعتمرين دليل كبير جدا على اهتمام حكومة مملكتنا الرشيدة بعمارة الحرمين الشريفين. يكمل الطلب الفراغات الأتية. أبدع المسلمون في فن العمارة والزخرفة الإسلامية، فبنوا
القصور والمساجد والمدن. من أشهر المساجد اللي بناها المسلمون مسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد قبة الصخرة ومسجد قرطبة وغيرها من المساجد الكبيرة جدا. يعبر الطلبة بأسلوبهم عن الاعتزاز بعمارة الحرمين الشريفين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أترك لكم أبنائي هذا السؤال لكي كل منكم يعبر بأسلوبه عن فخره واعتزازه بعمارة الحرمين الشريفين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وإن شاء الله سوف أطلع على ما كتبته عن هذا السؤال. إلى هنا أبنائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا اليوم. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.